نقرأ من جامع الترمذي إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك؟ قد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. يعني لو حكم بالعدل يخرج كفاف، لا هو اللي عليه. فإن لم يحكم بالعدل إذا لا أجر له، يقول لا أجر له. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك ابن أبي جميلة. ماشي، ما الذي سقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني الحسين بن بشر قال حدثنا الشريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. وعنه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وعن أمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. وعنه قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرف من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. باب قال: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. وعنه قال حدثنا هلال قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ قال: فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسوله
جدا. وعن أمي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. لماذا لم يتصل؟ لماذا لم يتصل يعني؟ لماذا حكم عليه بعدم الاتصال؟ انظر للسند لا تنظر المتن. هو في الاسنادين عن رجال من اصحاب معاذ او عن اناس من ال حمص. فهل لانه قال عن اناس يكون هناك تعدد يجبر بعضهم بعضا يعني؟ وناس بخلاف الأقل عن رجل صحيح. لكن هنا ذهب إلى ماذا؟ قال ليس إسناده عندي بمتصل. إذن يستنبط أنه لم يعتد بمتابعة المبهمين بعضهم بعض صحيح؟ توافق؟ يعني هناك فرق بين أن نقول عن فلان عن رجل عن معاذ. رجل هذا مبهم لا نعرفه بعدالة ولا جرح ولا أي شيء صحيح؟ طب الآن قال عن رجال ممكن بعض العلماء يعني يرى رجال فهذا مجهول مثلا وهذا مجهول وهذا مجهول يعني ينجبر ضعفهم بالجهال صحيح؟ إذا قد يكون هناك من يقول ذلك وقد يوجد في الكتب. لكن نحن الآن لا نحرر المسألة لكن نقول ما هو مذهب الترمذي. الترمذي ليس له قول لكن يمكن أن تأخذ هذا وتقول وهناك حديث كذا كذا قال الترمذي بعد ذكره للإسناد ليس إسناده عندي بمتصل. وظاهر هذا أن مذهبه أن مذهب الترمذي عدم الاعتداء صحيح؟ يؤخذ من الصنيع لأنه خفي صحيح. هذه مسألة ما. واضح؟ موافق يا أبو هريرة؟ سأسمح لك بأن تسير معي طالما موافق. لو عرضتني ماشي. فكروا فيها في البيت يعني مش مهم الآن. ماشي واصل. قال باب ما جاء في الإمام العادل عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر. قال وخباب عن عبد الله بن ابي اوفى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال حدثنا أبو القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جام تخلى عنه ولازمه الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عمران القطان. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. وعنه قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن هنش عن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في إمام الرعية. وعنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال
قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قالوا في الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شافعي، ومريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عم ابن مرة الجهني. قال: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. وعنه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضي: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع. قال: باب ما جاء في هدايا الأمراء. وعنه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي بعملي. قال: وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. قال: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. وعنه قال: حدثنا أبو سيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: في الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أبي سلمة بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعنه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حسبك. كيف حالك؟ كان معك نسخة؟ قال رسول الله: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. عن أبي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بديع قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في تشديد. طيب لحظة بس، هو هنا احنا الآن في كتاب الأحكام والقاضي وهكذا صحيح؟ هنا أتى بباب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، يعني ما علاقة هذا بكتاب الأحكام يعني؟
لا يدخل في الرشوة، ليس على سبيل التجمل في الحكم، يعني ليس غرض وراء ذلك، يعني غرض المال. يعني هناك رشوة للقاضي، ولكن القاضي هو بشر، فهل أي هدية تعطى للقاضي حتى لو كان من صديقك أو من أخيك أو كان يعطي لك قبل توليك القضاء، هل تعد أو لا؟ إذا في المسألة تفصيل، هذا هو إيه سبب. ماشي، شاطر. ماشي، اتفضل. قال باب ما جاء التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان ياخذه. وعن ابي قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. عن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر فإن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. عن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. عن أبي قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. عن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة وأخبرني ابن سعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب.
عن ابي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. عن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم. قال ابو عيسى وهذا اسقه وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن ابي سلمه ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والاموال، وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال. ولم ير بعض اهل العلم من اهل الكوفه وغيرهم ان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال باب ما جاء في العقد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. عن ابي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق نصيبا او قال شرصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمه العبد فهو عتيق والا فقد اعتق منه ما اعتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عن أبي قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. عن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبيه وهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شخصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عوف. عن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال الشقيصة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق: قد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غنم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. فقالوا: بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. قال باب ما جاء في العمرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر بن رين وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. وعن أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، فروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. فالعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعاقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمر جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا مات المعمر فهي لورثته وإن لم تجعل لعاقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في الرقبة. عن أبي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم عن داوود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. قال أبو عيسى: وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. قال: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. وعن أبي قال: حدثنا الحسن بن علي القلال قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. حسبك. قال: باب ما جاء في رجل يضع على حائط جاره خشبا. وعن ابي قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استاذن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريره طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن إجابية قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس. قالوا له: أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح. قال: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة وأحمد المنيع المعنى واحد قال: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه ما صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلفه.
قال باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قالوا المعنى، المعنى واحد يعني راوي ثاني ويرمي من معنى. حدثنا قتيبة المعنى واحد. ما معنى؟ اللفظان، اللفظان متحدان يعني. قال قتيبة على ما صدقك. يعني المعنى، المعنى واحد. المعنى واحد لأنه سيأتي في الآخر ويقول قال قتيبة كذا 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 يعني. إذا هناك مخالفة، مخالفة في اللفظ. صح. قال باب ما جاء في طريقه إذا اختلف فيه كم يجعل. وعن به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع. وعن به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدلي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. قال باب ما جاء في التخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. وعنه به قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة وهلال بن علي بن أسامة وهو مدني. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفلي بن سليمان. قال باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسب. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حمير عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حمير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضعت فضامينها له. قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد. قال باب ما جاء في
قال باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقابلني. قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين صغير وكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. وعنه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين صغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قال معيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق البلوغ 3 منازل بلوغ 15 أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإباد يعني العانة. قال باب في من تزوج امرأة أبيه. وعن أبيه قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال مر بخالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. قال في الباب عن قرة المزني. قال عيسى حديث البراء حديث حسن غريب. وقال روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخلة فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. فقال زبير والله إني لأحسب نزل هذه الآية في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن زبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن زبير. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن زبير نحو الحديث الأول. حسبك. فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتقد نيني وأرقى أربعة وأرقى
وأرق أربعة. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين قال في الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون الاستعمال القرآني في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرآن وقالوا يعطف من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلبي اسمه عبد الرحمن بن عمرو والجرمي وهو غير ابن عمرو الجرمي. وأبو المهلبي اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي كلابة ويقال معاوية بن عمرو. وأبو كلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. وفي إليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. وبه إليه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قال حدثنا محمد بن بكر المرسالي عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحولي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحوال عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء الأطراف ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض عن العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معكير بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن عصام عن عطاء الرافي بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في النخل والتسوية بين الولد. بالحاء. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. وبه إليه قال حدث الناس بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد. قال حدثنا سفيان عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان بن بشير المحدثان عن نعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يجهله فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن نعمان بن بشير. والعمل هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري سواء قول سفيان الثوري. لا سواء متعلقة يسوي يعني جعلها تابعة للعبارة السابقة يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والأنثى سواء. أيوة. وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم تسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الشفعة. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن منية عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار داري أحق بالدار
قال في الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس قال أبو موسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن عروبة عن قتلة عن أنس للنبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن سعيد عن قتلة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتلة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شريد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين إني صحيح باب بدأ بالشفعة للغائب وفي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة معلوم عند عن الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني بالعلم تأخذ بالك هو الثوري هو القائل يقول عبد الملك بن أبو سليمان ميزان عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم والعمل على لا يعني في العلم يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عن أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا غيب فله شفعة وإن تطاول ذلك باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل هذا عند بعض أهل اليمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يكون بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وبه يكون الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون شفعة إلا للخليل ولا يرون للجار شفعة إلا للخليل لحظة هو تفصيل كلام ومالك بن أنس وبه يقول الشافعي وبه يكون الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون شفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إلا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال جار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون خليطا يبقى انت قرأتها على الصواب صح ان هذا هو المذهب. باب ما جاء ان شريك شفيع وبه اليه قال حسن يوسف بن عيسى قال حسن الفضل بن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء قال أبو عيسى هذا حديث لن نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم هذا العصا وفي إليه قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه
وليس فيه عن ابن عباس وهكذا رواه أبو الوليد عن عبد العزيز بن الفيل مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. أيوة اتهام اتهام من هو أضعف راوي لسه. وبه الذي قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي العزيز بن وفيل عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأراضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الأول الأصح. حسبك. لمن هو أضعف يمكن قبله أيضا في السنة ولا بعدها يكون من فوق يعني؟ لا. لو في المتن شيء يعني. قال باب ما جاء في اللغة والضالة الإبل والغنم وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المعيس عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة وقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها ووعاءها وعفارصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه فقال له يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله فضالة الإبل فقال فغادم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إحمر وجنته أو إحمر وجهه فقال ملك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وجابر بن معلى وعياذ بن حباب وجابر بن عبد الله وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النقطة وقال عرفها سنة فإن اعترفت فأديها وإلا فاعرف بأعها وعفاصها ووكاءها وعدلها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأديها. قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أحمد أصح الشيء في هذا الباب حديث هذا الحديث والعمل على هذا إلا بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله المبارى وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها
فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولم يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق ابن إبراهيم وعن به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن صهيب بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صهيب وسلمان بن ربيعة ووجدت صوتا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فأخذته قال دعه فقلت لا أدعه تأكله السبع لآخذنه فلأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك فحدثته عن الحديث وقال أحسنت أنا وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال أحصي عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فدفعها إليه وإلا فاستمتع بها قال هذا حديث حسن صحيح قال باب في الوقف وعن به قال حدثنا علي بن الحجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها فتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهم ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على من واليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فذكرته لمحمد بن سيرين قال غير متأثر ما لا قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثر مالا قال إسماعيل بن وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر مالا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك وعن به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح ينفع له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك